السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث قسم الإلكترونيات وقسم الحاسبات بالمدارس الصناعية، أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة على مادة الرسم الفني، ونستعرض مع بعض كده الخطوات المتبعة لتحويل الدوائر الإلكترونية من الدائرة التنفيذية إلى الدائرة النظرية. ونطبق الكلام دوت على مثال دائرة إلكترونية معانا، نحولها مع بعض بالخطوات كده بالترتيب، ونحولها من الدائرة العملية للدائرة النظرية، ودي من الدوائر المهمة برضو اللي بتتكرر كتير في الامتحانات. طبعا يعني بالنسبة للرسم الفني احنا عارفين ان مش مجرد ان انت بتحول الدائرة وخلاص، برضو في بعض الشروط المفروض ان انت تراعيها في الدائرة الإلكترونية اللي انت بترسمها. يعني مثلا لما بتحول الدائرة وتيجي ترسمها بقى في اللوحة بتاعتك بالمقاسات، لازم تراعي توزع العناصر بطريقة مناسبة في الدائرة. يعني معناها ان العناصر الإلكترونية ما تكونش مكدسة في جزء من الدائرة وفي الجزء الثاني العناصر متباعدة ومتفرقة. الكلام دوت كده ينقصك كتير في الامتحان. فلازم نراعي طبعا بعد ما بنحول الدائرة من عملي لنظري، بنبدأ ننسقها ونوزع العناصر بطريقة مناسبة على حسب الإطار اللي بيحدده لي في الامتحان. تعالوا نشوف مع بعض كده أول خطوة من الخطوات اللي احنا هنتبعها لما نيجي نحول الدائرة الإلكترونية. بيقول لي طبعا أول حاجة اقرأ السؤال جيدا، لأنه غالبا بيطلب منك إضافة عنصر إلى الدائرة، مثل إضافة سماعة في الخارج أو إضافة دائرة تغذية بموحدين أو أربع موحدات. يبقى لازم أقرأ السؤال كويس قوي، علشان زي ما قلنا ممكن يبقى في السؤال هو طالب مني أضيف حاجة زيادة في الدائرة زي سماعة مثلا أو دائرة تغذية. لو ما خدتش بالك من السؤال فطبعا مش هتعمل أو مش هتضيف الجزء اللي هو قالك عليه في السؤال وتنقص كتير. طيب تاني حاجة، يتم تحديد أطراف التغذية الموجب والسالب وتظليل الشريحتين بلونين مختلفين. يعني مثلا الشريحة بتاعة الطرف الموجب نلونها ونظللها كده بلون أحمر، والشريحة التانية اللي هي السالب نظللها بلون مختلف وليكن أخضر. وطبعا الكلام دوت ليه؟ علشان أقدر أفرق الشريحتين عن بعض، لأن في الدوائر المطبوعة زي ما احنا عارفين الشرايح ما بتبقاش ماشية في خطوط مستقيمة، لا ده احنا بنلاقي الشريحة بتاعت الدائرة المطبوعة، يعني الشريحة بتاعت الطرف الموجب ممكن تلاقيها بتلف في الدائرة وتطلع وتنزل وبتاع، بتروح لعناصر كتير. الشريحة بتاعت الطرف السالب نفس الكلام. فلو انت ما خدتش بالك وحددت الشريحتين عن بعض، لما تيجي تحول الدائرة هتغلط. ممكن عنصر زي مقاومة مثلا متوصلة مع الطرف الموجب، ممكن انت تروح عاملها للطرف الايه السالب، وكده يبقى انت غلطت وتنقص في الامتحان. لكن لما بتحدد طبعا الشريحتين بلونين مختلفين بتبقى سهلة جدا، اي عنصر اذا كان مقاومة مثلا ولا مكثف ولا ترانزستور، الطرف بتاعه متوصل بالشريحة اللي باللون الاحمر، يبقى على طول الطرف دوت رايح لمين؟ رايح للطرف الموجب. طيب لو كان بقى عنصر تاني متوصل الطرف بتاعه مع الشريحة اللي انت لو انتهى باللون الاخضر، يبقى معنى كده ان العنصر دوت رايح للطرف السالب. طيب نشوف الخطوة اللي بعديها. بيقول لي يتم تحديد اطراف الدخل والخارج مع مراعاة رسم دخل الدائرة على اليسار وخارج الدائرة على اليمين. طبعا احنا عارفين ان اي دائرة الكترونية ليها دخل وليها خارج، او معظم الدوائر، لان في دوائر ممكن ما يكونش ليها دخل زي دوائر المذبذبات. طيب فانا لما احدد الدخل بتاع الدائرة والخارج اشوف طرف الدخل رايح لانهي عنصر في الدائرة. احنا عارفين ان العناصر الاساسية يا اما ترانزستور يا اما اي سي اللي هي الدائرة المتكاملة. طيب طرف الدخل رايح لانهي عنصر فيهم او رايح لانهي ترانزستور، يبقى انا لازم احدده عشان اعرف ارتب العناصر الاساسية في الدائرة، اشوف مين هيترسم ناحية اليسار ومين هيترسم ناحية اليمين. وطبعا زي ما احنا بنقول طرف الدخل نعمله ناحية ايه؟ اليسار، وطرف الخارج يبقى ناحية اليمين. طيب الخطوة اللي بعدها، نقوم بتحديد العناصر الاساسية في الدائرة زي الترانزستورات والدوائر المتكاملة اللي هي الاي سي واماكنها. يعني الدائرة الالكترونية اللي معايا هشوف فيها كام ترانزستور وفيها كام دائرة متكاملة اللي هي العناصر الاساسية، وابدا احدد اماكنهم. اماكنهم يعني ايه؟ انا لسه قايل من شوية طرف الدخل رايح لانهي عنصر فيهم، رايح للترانزستور ولا رايح لاي سي، رايح لتي ار واحد ولا تي ار اتنين،
طرف الخارج متوصل جاي من انهي عنصر برضو فيهم؟ يعني لو كان في ترانزستور وفي اي سي، ممكن نلاقي طرف الدخل رايح للترانزستور وطرف الخارج جاي منين؟ جاي من الاي سي. يبقى معنى كده ارسم الترانزستور ناحيه الدخل يعني ناحيه اليسار، والاي سي يترسم ناحيه اليمين. يبقى لازم نحدد اماكن العناصر الاساسيه، والخطوه دي مهمه جدا، لانك لو لخبطت فيها هتلخبط الدايره كلها. النقطه اللي بعديها بيقول نقوم بتحديد نوع الترانزستورات. يعني ايه ترانزستور؟ احنا عارفين ان في نوع من الترانزستورات اللي هو ان بي ان، والنوع الثاني اسمه بي ان بي، وفي نوع كمان من الترانزستورات اسمه ترانزستور تاثير المجال اللي هو الفيت. طيب احدد بقى نوع الترانزستور ازاي؟ في الدايره العمليه طبعا بيبقى مش كاتب لك اسم الترانزستور او نوعه، يعني هو مش كاتب نوع الترانزستور ده ان بي ان ولا بي ان بي. اعرفه انا ازاي؟ ابص على طرف المشاع اللي هو الاميتر او الاي، هشوف الطرف دوت متوصل ورايح لمين؟ رايح للطرف الموجب ولا رايح للطرف السالب؟ لو كان طرف المشاع بتاع الترانزستور متوصل بالطرف السالب، يبقى معنى كده سالب يعني ان، يبقى معنى كده الترانزستور ان بي ان. ويبقى نحدده ازاي بقى في الرسمه؟ نعمل السهم بتاع المشاع للخارج. طب والعكس بقى، اذا كان طرف المشاع متوصل مع الطرف الموجب، يبقى معنى كده الموجب يعني بي، يبقى الترانزستور دوت نوعه ايه؟ بي ان بي. يبقى على طول لما نيجي نرسم الترانزستور ارسم السهم بتاع المشاع فين؟ للداخل. يبقى كده قدرت احدد نوع الترانزستور ال ان بي ان، او اذا كان بي ان بي. طب النوع الثالث من الترانزستورات اللي هو ترانزستور فيت او ترانزستور تاثير المجال. الترانزستور ده الاطراف بتاعته ما بيبقاش مكتوب عليها بقى سي وبي واي، دول اطراف الترانزستور ال ان بي ان او البي ان بي، اللي هو طرف السي اللي هو المجمع، والبي اللي هي طرف القاعده، والاي اللي هو طرف المشاع. لكن ترانزستور تاثير المجال الاطراف بتاعته اسميها مختلفه. الطرف اللي فوق اللي هو الدرين اسمه دي، والطرف اللي تحت اللي هو بدل المشاع اسمه اس اللي هو السورس، والطرف اللي في النص اللي هي مكان القاعده بتاعه الترانزستور اسمها جي اللي هي البوابه. فبنلاقي الترانزستور دوت الاطراف بتاعته الرموز بتاعتها مكتوبه في الدايره ايه؟ هنلاقي الطرف دي والطرف الثاني اس. فبكده اعرف ان نوعه على طول ايه؟ ترانزستور تاثير المجال. تعالوا نكمل. يبقى احنا قلنا هنحدد نوع الترانزستور اذا كان المشاع متصل بالسالب يكون الترانزستور ان بي ان، والسهم بتاع المشاع يترسم للخارج. طيب الخطوه اللي بعديها، اذا كان المشاع اللي هو الاي متصل بالموجب يكون الترانزستور نوعه بي ان بي، ونرسم اتجاه السهم للداخل زي كده بالظبط. وادي دايره معانا خلاص اللي احنا هنحولها النهارده. زي ما احنا شايفين الدايره اللي قدامي ديت طبعا فيها ترانزستور اهو على اليسار، على اليسار اهو اللي هو تي ار 1، والترانزستور دوت عايز احدد النوع بتاعه، همشي كده مع المشاع زي ما احنا اتفقنا كده الاي اهي، وامشي كده مع المقاومه ار 5 ورايحه للطرف الايه؟ السالب، يبقى على طول الترانزستور ده ان بي ان. طيب نبص كده على طرف الدخل بتاع الدايره رايح لمين؟ طرف الدخل مكتوب عليه انبوت تحت اهو، الانبوت اللي هو الدخل مشي كده وراح للمقاومه ار 1، وبعدين نزل في ار 1 يعني مقاومه متغيره متوصله مع الطرف السالب اهو، والطرف اللي في النص اللي هو السهم يعني الطرف المتحرك بتاع المقاومه المتغيره طلع كده لفوق وراح للمكثف سي 1 ومنه لقاعده الترانزستور. يبقى معنى كده ان الدخل رايح لمين؟ لقاعده الترانزستور، فالترانزستور هيترسم على الشمال. نيجي نبص للخارج بتاع الدايره، ادي الاوتبوت. الخارج هنا جاي منين؟ اهو من المكثف سي 10، وطرف المكثف جاي من طرف الاي سي. طيب يبقى معنى كده ان الاي سي هيترسم فين؟ ناحيه اليمين. طيب احنا كده قدرنا نعرف العناصر الاساسيه اللي في الدايره، ترانزستور واي سي. ابدا احدد الشرايح الموجب والسالب زي ما احنا اتفقنا. الشريحه بتاعت الموجب زي ما قلنا هنحددها ونلونها بلون احمر، والشريحه الثانيه السالب نظللها بلون اخضر. طيب تعالوا نبص كده مع بعض، نمشي خطوه خطوه اهو. ادي الطرف اللي هي الشريحه اللي في النص دي،
اللي عامله زي حرف تي دهيت كده، الشريحه ديت هي الموجب. عرفت منين؟ بص تحت كده هتلاقي مكتوب هنا ايه، موجب 9 فولت، اهي اللي انا بشاور عليها دي، مكتوب موجب ايه 9 فولت. يبقى ديت على طول الشريحه بتاعت الموجب، هبدا اظللها باللون الاحمر زي ما احنا شايفين كده اهو، وامشي معاها كده لحد ايه، لحد فوق. وطبعا زي ما قلنا لما بنظلل الشريحه كده بتاعت الموجب بتسهل عليا كتير وانا بحول الدايره، اي عنصر هيبقى متوصل مع الشريحه اللي باللون الاحمر دي يبقى نعرف على طول ان هو متوصل مع الطرف الموجب. كده احنا ظللنا الشريحه اللي باللون الاحمر. نبدا نشوف الشريحه الثانيه اللي هي شريحه الطرف السالب. طيب لو انا بصيت على الدايره هتلاقي هنا كان في علامه ارضي، بنعرفها ازاي؟ كان في علامه ارضي في الدايره اللي احنا كنا لسه ايه بنبص عليها في السؤال، وعلامه الارضي ديت ممكن يبقى مكتوب عليها جي ان دي، جي ان دي يعني الطرف الارضي، وممكن يكتب لك عليها سالب. يبقى ممكن بكذا طريقه بنقدر نحدد الشريحه اللي هي بتاعه الطرف السالب. تلاقي مكتوب عليها كده هناك اهوت كده سالب، او تلاقي في علامه ارضي وكاتب لك عليها جي ان دي. وطبعا برضو علشان ملحوظه مهمه، علامه الارضي مش شرط انها بتتحط على الطرف السالب، هي بتتحط على الطرف المشترك في الدايره. يعني ايه؟ انا حددت دلوقتي الطرف الموجب، يبقى الطرف الثاني اللي هو مكتوب عليه جي ان دي يبقى هو السالب على طول. طب لو كان بقى في دايره ثانيه العكس، الشريحه بتاعت الطرف السالب هي اللي مكتوب عليها سالب زي الشريحه اللي في النص اللي احنا ظللناها بالاحمر دي بس كان مكتوب عليها سالب، والشريحه الثانيه مكتوب عليها جي ان دي، يبقى المره دي الجي ان دي تبقى هي ايه؟ تبقى الموجب. وادي طرف الخارج اهوت زي ما احنا قلنا، ومتوصل برضو طرف منه مع الشريحه اللي هي بتاعت السالب. ونلاحظ ان معظم العناصر بتبقى متوصله مع الطرف المشترك في الدايره اللي هو الطرف الايه؟ اللي هو الطرف الارضي اللي هو في الدايره ديت هو السالب. وادي طرف الدخل برضو زي ما احنا اتفقنا، الانبوت رايح للمقاومه ار واحد ومنها المقاومه المتغيره، والمقاومه المتغيره برضو متوصله مع طرف الشريحه بتاعت السالب. نبدا نظلل كده الشريحه كلها بتاعت الطرف السالب باللون الاخضر زي ما احنا اتفقنا. نظللها كده كلها، الشريحه طلعت فوق اهيت، نكمل برضو معاها. ولو ما معكش الوان في الامتحان انت ممكن برضو تظلل الشريحتين بلونين مختلفين ان شاء الله، حتى بقلم جاف والشريحه الثانيه تعملها بالقلم الرصاص، المهم ان انت تفرقهم عن بعض يعني يبقوا مختلفين. وناخد بالنا برضو ان الشريحه بتاعت السالب اتفرعت وطلعت لفوق اهي، ايوه يعني. اروح انا برضو مظلل الجزء ده ما تنساهاش، ونطلع فوق كده لحد فين؟ لحد المكثف سي 5. كده احنا ظللنا الايه؟ الشريحه بتاعت السالب. طبعا وصلت للمكثف سي 5 فخلاص بقى هتقف لحد هنا، محدش يجي بعد المكثف ويظلل الشريحه اللي بعده دي كمان اللي هي اللي نازله دي اللي رايحه الاي سي. طالما وصلت للعنصر ووقفت على كده خلاص ما تظللش اللي بعدها. كده احنا حددنا الشريحتين اهمت، بقوا واضحين قوي قدامي، الشريحه بتاعت الموجب اللي هي اللي باللون الاحمر، والشريحه الثانيه السالب اللي هي اللي باللون الاخضر. وحددنا برضو طرف الدخل بتاع الدايره اللي هو الانبوت، والطرف الثاني اللي هو الاوتبوت اللي هو الخارج اهو الناحيه الثانيه على اليمين. هنبدا بقى نشوف دلوقتي، ادي طرف الدخل رايح لمين؟ للمقاومه ار واحد، ومنها راحت للمقاومه المتغيره، وبعدين المكثف سي 1، وبعدين قاعده الترانزستور. يبقى معنى كده هرسم الترانزستور فين؟ ناحيه الدخل، يعني ناحيه الشمال على يسار الدائره. لو جينا نبص الناحيه الثانيه على طرف الخارج هتلاقيه متوصل مع مين؟ طرف المكثف سي 10 اللي جاي من الاي سي. يبقى على طول الاي سي هيترسم ناحيه اليمين، يبقى ناحيه الخارج يعني.
هنبدأ نشوف هنا الترانزستور بتاعي، نحدد نوعه زي ما احنا اتفقنا. الترانزستور دوت متوصل مع ايه؟ بص كده على طرف المشاع بتاع الترانزستور اهو اللي هو تي ار واحد، بص عليه كده هتلاقي طرف المشاع اللي هو الايه متوصل مع المقاومة ار خمسة ورايحة لمين؟ للشريحة اللي باللون الاخضر. يعني معنى كده ان الترانزستور دوت متوصل مع الطرف السالب، يبقى نوعه ايه؟ ان بي ان. يعني معنى كده ان احنا هنرسم السهم بتاع الترانزستور بتاع المشاع هنرسمه للخارج. هنبدأ نشوف الطرف بتاع الاي سي كمان. انا عندي في الاي سي بيبقى هو مرقم لك اول طرف بس، الرجل رقم واحد. طبعا المفروض ان انا هرقم بقيه الاطراف بتاعه الاي سي، يعني رجل رقم 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8، وبنرقمهم طبعا في اتجاه عكس عقارب الساعه. نشوف الترانزستور الاول كده زي ما احنا اتفقنا، طرف المشاع اهوت متوصل زي ما قلنا مع المقاومه ار 5 ورايحه للسالب، ومعاه كمان مكثف اللي هو سي 3 وبرده رايح لفين؟ برده رايح للسالب. يبقى احنا كده حددنا الترانزستور نوعه ان بي ان. كده زي ما احنا شايفين حددنا نوع الترانزستور وحددنا الايه الاي سي، وعرفنا انه رايح لطرف الخارج. يبقى كده عرفنا او حددنا اماكن العناصر الاساسيه. تعالوا ننقل بقى للخطوه اللي بعدها اهو. زي ما احنا شايفين كده في الدايره، ادي الشريحه بتاعه الطرف الموجب اللي باللون الاحمر، وادي الشريحه بتاعه الطرف السالب اللي باللون الاخضر، وادي الترانزستور اللي احنا حددناه. هنبدا دلوقتي نرسم بقى العناصر ونحولها للدايرة النظرية خطوة خطوة. طبعا احنا قلنا اذا كان ترانزستور برضو من نوع تأثير المجال فبيبقى رمزه مختلف، ودي قلناها الملحوظة دي من شوية. بنقوم بترقيم اطراف الاي سي على الدايرة العملية بالترتيب، ولما اجي ارسمها في الدايرة النظرية بيراعى ترتيب الاطراف حسب التوصيل. يعني معنى كده ان لما باجي ارقم الاطراف بتاعه الاي سي بنرقمها بالترتيب، وبنرقمها ده في الدايره العمليه، وبنرقمها في اتجاه عكس عقارب الساعه. يعني هو بيبقى مرقم لك الطرف رقم واحد كاتب عليه واحد، او بيبقى فيه دليل علامه كده جنب الطرف رقم واحد. انا ابدا اعد الاطراف اللي جنبه واحد اتنين تلاته اربعه كده وفي اتجاه عكس عقارب الساعه. لكن لما باجي ارسم الدايره النظرية ما برتبش الأرقام بالترتيب بتاعة الاي سي، لا دي بتترقم أو بتتوصل حسب التوصيل، بتترتب حسب إيه؟ التوصيل. يعني معناه الطرف اللي رايح للداخل يبقى ناحية اليسار، الطرف اللي رايح ناحية الخارج يبقى يترسم ناحية اليمين، اللي رايح للموجب يترسم لفوق، اللي رايح للسالب يترسم إيه؟ لتحت، أيا كان الرقم بتاع الطرف دوت إيه. يعني في الدايرة النظرية بنلاقي الأطراف بتاعة الاي سي مش مرتبة بانتظام، لا بتبقى بطريقه عشوائيه على حسب التوصيل. الخطوه اللي بعديها اهو زي ما احنا شايفين كده، ادي الشكل بتاع الاي سي اللي كان معانا في الدايره، وادي الاطراف احنا مرقمينها اهو، ادي 1 2 3 4، وبعدين نكمل فوق في اتجاه عكس عقارب الساعه زي ما قلنا 5 6 7 8. لما اجي بقى ارسم الشكل النظري بتاعها اللي على الشمال ده، طبعا شكل الاي سي زي ما احنا عارفين عباره عن مثلث، وممكن يترسم مستطيل، صح برضو مش غلط. ويمكن لو الاي سي ليها اطراف كتير اكتر من 8 اطراف، فلو جيت ارسمها مثلث الاطراف هتبقى مزنقة والعناصر اللي متوصلة معاها هتبقى ملتصقة مع بعضها، فهتبقى الدايرة شكلها وحش جدا.
ففي الحالة ديت برسم الاي سي عبارة عن ايه؟ مستطيل. لكن طالما الاطراف قليلة شوية مش كتير اقدر ان انا ارسمها مثلث ويبقى شكلها كويس. وزي ما احنا شايفين اهوت الاطراف مش مترقمة بالترتيب، لا مترقمة على حسب ايه؟ التوصيل. طيب نشوف الخطوة اللي بعديها، بيقول لي نقوم برسم العناصر الأساسية اللي هي الترانزستور والآي سي أولا، يعني أرسم الترانزستور الأول وبعدين أبدأ أرسم كل طرف من أطراف الترانزستور على حدة مع العنصر المتصل به. يعني معناه أبدأ بالترانزستور وأبدأ أشوف طرف المشع بتاع الترانزستور متوصل معاه إيه؟ هلاقي معاه مقاومة ورايح للسالب، في مكثف برضه متوصل من طرف المشع ورايح للسالب، يبقى أرسمهم الأول وبعدين أشوف الطرف الثاني، القاعدة مثلا بتاعة الترانزستور متوصل معاها ايه؟ في مقاومات، واحدة رايحة للموجب واحدة رايحة للسالب ارسمهم، في مكثف رايح للمقاومة المتغيرة ارسمه، يبقى بمشي بالترتيب. بعد كده طرف المجمع، لما ارسم الترانزستور وبعدين ابدا افرع منه الاطراف بتاعته وارسم معاها العناصر اللي هي المقاومات والمكثفات المتوصلة معاها، هلاقي الدايرة تتحول معايا وبطريقة سهلة وما نغلطش. بعد كده بعد ما اخلص الترانزستور اتنقل لمين؟ للاي سي، ونفس الكلام برضو ارسم الاي سي وابدا اشوف كل طرف من اطراف الاي سي متوصل معاه ايه، هلاقي متوصل معاه مثلا طرف معاه مقاومه ورايحه للسالب اروح راسمها وتنزل للسالب، طرف متوصل معاه مكثف ورايح للخارج ارسمه ناحيه الخارج. يبقى خطوه خطوه. نبص كده للخطوه اللي بعديها، يراعى توزيع العناصر بطريقه مناسبه وعدم تكدس العناصر في جزء من الدايره وتباعدها في جزء اخر. الملحوظه اللي قلتها في البدايه ان انا لما اجي ارسم بقى الدايره الالكترونيه في اللوحه بتاعتي اراعي ان انا اوزع العناصر بطريقه مناسبه، يعني ما تبقاش العناصر مكدسه في جزء من الدايره ومتباعده في جزء اخر. بعد الانتهاء من رسم الدايره وازاله الخطوط الزائده بيتم تظليل العناصر التي تحتاج لتظليل زي المكثفات مثلا او الثنائيات ونقط اللحام ما ننساهاش، لان التظليل لو انت في بدايه الرسمه ابتديت تظلل العناصر دي وتقل عليها قوي كتر التظليل بيبوظ اللوحه وممكن يخليها تتوسخ منك، فحافظ على نظافه اللوحه اهم حاجه. يراعى كتابه رموز العناصر والدخل والخارج والموجب والسالب. طبعا كل عنصر برسمه في الدايره النظريه اروح كاتب اسمه جنبه على طول، اوعى تقول هبقى اكتب العناصر في الاخر، لان انت ممكن ترسم وترسم العناصر كلها وتبقى محول صح ويجي الوقت يخلص منك وما تلحقش تكتب اسامي العناصر، طب كده انت هتضيع جزء كبير جدا من الدرجه. وممكن كمان لو سبت الرموز دي وما عملتهاش في البدايه ممكن تتلخبط، يعني المقاومه R1 ممكن تروح تكتب عليها R2 وبكده يبقى انت حولتها غلط، لان المصحح طبعا دي اللي قدامه اللي انت كاتبه، فناخد بالنا طبعا من الملحوظه دي. النقطة اللي بعدها بنقول بعد رسم أي عنصر بيتم شطبه من الدايرة العملية، يعني أي عنصر أنت تحوله وترسمه من الدايرة العملية وترسمه في اللوحة عندك روح واخد عليه خط كده بالقلم الرصاص في الدايرة العملية في ورقة الأسئلة. ليه؟ علشان ما تنساش أي عنصر من الدايرة. أنت لما بتاخد خط كده وتشطب العنصر اللي أنت رسمته هيبان قدامك مين العناصر اللي لسه ما اترسمتش. تعالوا بقى نطبق الكلام دوت. زي ما احنا شايفين كده الدايرة اللي قدامنا، هنبدأ خطوة خطوة كده. زي ما احنا شايفين احنا ظللنا شريحة الموجب وشريحة السالب وحددنا طرف الدخل وطرف الخارج، ارقام الاي سي بقى نبدأ نرقمها، ادي 1 2 3، الطرف اللي بعديه 4، اللي فوقيه على طول يبقى 5 6 7، والطرف الأخير 8. طيب كده أنا رقمت الإيه؟ الأطراف بتاعة الآي سي. هنبدأ نرسم أهو الترانزستور الأول زي ما احنا حددنا برضو في الخطوات، قلنا ترانزستور المشع بتاعه متوصل مع السالب يبقى ان بي ان. هبدأ بقى أرسم في اللوحة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، هبدأ ارسم الطرف الموجب والطرف السالب، طبعا الطرف الموجب فوق والطرف السالب اهو بنرسمه كده الايه؟ في اسفل الدايره.
هاجي على اليسار وهبدأ ارسم الترانزستور زي ما احنا اتفقنا، لان الترانزستور كان متوصل مع طرف الدخل، والترانزستور زي ما احنا عارفين القاعدة بتاعته ناحية اليسار عشان رايحة للدخل، طرف المشع تحت ونوعه NPN يبقى السهم البر. طيب كده انا رسمت الايه؟ ترانزستور. ابدأ اخد طرف طرف من الترانزستور بقى. عندك قاعدة الترانزستور متوصل معها المقاومة R2 ورايحة للموجب، الشريحة اللي باللون الأحمر، والمقاومة R3 رايحة للسالب اللي هي الشريحة اللي باللون الأخضر. تعال نرسمهم على طول. ادي المقاومة R2 متوصلة فوق مع الطرف الموجب، واكتب اسم المقاومة جنبها برضو زي ما احنا اتفقنا، ما ننساهاش، نوصلها ونروح كاتبين اسمها على طول R2. المقاومة التانية اللي هي R3 نازلة برضو من طرف القاعدة ونازلة متوصلة مع الطرف السالب، ونكتب اسم المقاومة برضو جنبيها R3. طيب طرف القاعدة متوصل معاه حاجة تاني؟ تعالوا نبص كده ونشوف الدايرة العملية. هنلاقي فيه مكثف كان متوصل مع طرف القاعدة اللي هو المكثف C1. نشطب على المقاومتين اللي رسمناهم R2 وR3 والترانزستور. بص بقى كده على طرف القاعدة هتلاقي ماشي معاه ايه؟ اهو رايح للمكثف C1. مع المكثف C1، والمكثف ده ناخد بالنا مكثف كيميائي، والمكثف ده نازل رايح للمقاومة المتغيرة اللي هي VR1. أرسم المكثف الأول. وطبعا المكثف زي ما احنا شايفين طرف متوصل مع القاعدة، ها، والطرف الثاني هيكون رايح لمين؟ للمقاومة المتغيرة. والمكثف ده كيميائي زي ما قلنا، العلامة اللي هي الخطين اللي فوق دول دي بتبقى الموجب بتاع المكثف، متوصل ناحية القاعدة، يبقى السالب الناحية التانية على طول نظللها. الطرف التاني بتاع المكثف بقى اهو نازل رايح لمين؟ للمقاومة المتغيرة، للطرف اللي في النص بتاع المقاومة المتغيرة، يعني السهم بتاع المقاومة المتغيرة. VR1 يعني مقاومة ايه؟ متغيرة، نكتبها عشان ما ننساهاش. المقاومة المتغيرة ليها ثلاث أطراف زي ما احنا شايفين، الطرف الوسطاني بتاعها هو اللي مع المكثف، وفي طرف تاني متوصل مع السالب، والطرف التالت مع R1 اللي رايحة للدخل. هنزل بقى كده من طرف المكثف وارسم المقاومة المتغيرة تحت على استقامة واحدة مع المقاومة R3 عشان يبقى في تناسق في الدايرة. طبعا احنا قلنا الطرف ده هو الطرف الايه؟ الوسطاني في المقاومة، فيبقى ده الطرف اللي عليه السهم اللي هو الطرف المتغير، والطرف الثاني نازل للسالب، الطرف الثالث بتاع المقاومة المتغيرة كان رايح لمين؟ للمقاومة R1 اللي هي كانت رايحة للدخل. فأنا هبدأ أرسم المقاومة، هرسمها فوقيها، نكتب اسم المقاومة المتغيرة اللي هي VR1، وبعد كده أهو أشوف بقى الطرف الثالث رايح لمين؟ لR1 أهي قدامنا، وR1 رايحة لمين؟ لطرف الدخل. نرسمها بقى في اللوحة. هطلع كده أرسم المقاومة R1 ونوصل الطرف بتاعها رايح للدخل، ونكتب اسم المقاومة R1.
نشطب بقى المقاومة اللي احنا رسمناها R1 والمقاومة المتغيرة كده، طرف القاعدة خلص بالعناصر اللي كانت متوصلة معاه. نبدأ نكتب اسم الطرف بتاع الدخل برضو ما ننساهوش اللي هو الانبوت، او نكتب اي ان اللي هو الانبوت يعني دخل الدائرة. نبص على الدائرة العملية تاني، ناخد بقى طرف المشاع اللي هو الاي. بص كده متوصل معاه ايه؟ معاه مقاومة اللي هي ار 5 ورايحة للطرف السالب، يبقى هتنزل على طول من المشاع وتنزل للسالب. نرسمها برضو تحت جنب المقاومة ار 3، يبقى تراعي ان يبقى فيه تناسق والعناصر تبقى على استقامة واحدة كده، ما تبقاش راسم مقاومة طالعة لفوق ومقاومة نازلة لتحت. الطرف المشاع لسه معاه في مكثف كمان اللي هو سي 3، وخد بالك نازل رايح لفين؟ للشريحة اللي باللون الأخضر، يعني معناه برضو رايح للسالب. هتيجي كده من فوق المقاومة من طرف المشاع يعني، وأنزل أرسم المكثف برضو قصاد المقاومة، يبقى في نص المقاومة كده، وينزل بيه وصله للطرف السالب. المكثف ده برضو كيميائي، لو انت خدت بالك كده المكثف دوت فيه برضو علامة اللي هو الخطين اللي فوق دول، ده الموجب بتاع المكثف، يبقى السالب تحت نظلله. كده احنا وصلنا الطرف المشاع بالمقاومة والمكثف اللي معاه. نشوف طرف تاني، عندك طرف المجمع بتاع الترانزستور. طرف المجمع فوق متوصل معاه ايه؟ لو انت بصيت كده على الدايرة، طرف المجمع هتلاقي معاه المقاومة R 4 ورايحة للشريحة اللي باللون الأحمر، يبقى معنى كده المقاومة R 4 ديت طالعة للموجب. نبدأ نرسمها، أو ناخد طرف المجمع فوق وأطلع بيه وارسم المقاومة اللي فوق على استقامة واحدة برضو مع المقاومة R2، عشان زي ما احنا قلنا يبقى فيه تناسق في الرسم بتاعك، ونكتب اسمها جنبيها تبقى R 4. طيب طرف المجمع لسه فيه معاه حاجة تاني متوصلة معاه، بص كده في الدايرة هتلاقي فيه مكثف اللي هو سي 4 ورايح للرجل رقم 8 في الاي سي، يبقى احنا نرسم الاي سي الاول عشان اوصل طرف المكثف ما بين الترانزستور وبين الاي سي. ابعد مسافة مناسبة كده عشان ما نزنقش العناصر في بعض، واروح جاي رسم الاي سي، وزي ما اتفقنا هنرسمه ايه؟ مثلث. ونكتب اسم الاي سي جواه كده، اي سي 1، طرف الدخل على الشمال بتاع الاي سي اللي هي هتبقى الرجل رقم ايه؟ 8 اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي. وطرف الخارج بتاع الاي سي اللي هو على اليمين اللي انا بشاور عليه ده، وطرف الموجب هيطلع لفوق والسالب هينزل ايه؟ لتحت. طيب تعال نبص كده، عندك زي ما قلنا المكثف سي 4 متوصل ما بين الرجل 8 وبين المجمع بتاع الترانزستور. تعال نرسمه، دي الرجل رقم ايه؟ 8 زي ما احنا قلنا. نبدأ نرسم بقى المكثف، نمشي كده. لو ينفع يترسم على استقامة واحدة على طول وتوصل في الترانزستور مفيش مشكلة، المسافة مزنقة اطلع لفوق شوية 2 سنتي ولا حاجة ووسع لنفسك، وبعدين ارسم المكثف. ايوه، والمكثف دوت لو انت بصيت عليه برضه هتلاقيه كيميائي، يعني ليه قطبية،
نكتب اسمه C4 ونشوف الطرف الموجب بتاعه انهي ناحية. اهو العلامة اللي هم الخطين دول، ده الموجب بتاع المكثف، متوصل ناحية مين؟ مجمع الترانزستور، يبقى السالب على طول ناحية الاي سي. نظلل الطرف السالب، طيب نشطب بقى المكثف اللي احنا رسمناه ده عشان ما ننساهوش. بص بقى للرجل رقم واحد في الاي سي، متوصل معاها المقاومة ار 8 ورايحة للطرف الموجب، ومعاها كمان المقاومة ار 7 ونزلت راحت للسالب، وفي مكثف جنبيها اللي هو سي 6 راح للسالب برضه. يعني معنى كده الطرف او الرجل رقم واحد دي معاها مقاومة طالعة للموجب ومقاومة نازلة للسالب. تعالوا كده نشوف نرسمها ازاي. اهو نخليها بقى طرف اللي هو اللي على الشمال ده، وناخد منه طرف يطلع لفوق ويتوصل بالمقاومة اللي رايحة للموجب، والطرف التاني هننزله لتحت ويترسم مع المقاومة وتنزل للسالب. وما ننساش نعمل نقطة اللحام اهيت، ونكتب اسم المقاومة اللي هي R 8. هنزل بقى كده المقاومة التانية اللي هي R 7 نازلة رايحة للسالب. واكتب اسم او الرقم بتاع الطرف الاي سي اللي هي الرجل رقم واحد، واسم المقاومة R 7. كان في مكثف كمان متوصل جنب المقاومة R 7، نبص كده تاني اهو المكثف سي 6 على التوازي مع المقاومة R 7، برسمه جنبها من فوق المقاومة كده مسافة مناسبة، مثلا نسيب سنتي ونص ولا حاجة، وبعدين امشي 2 سنتي عشان ما يزنقش في المقاومة، وارسمه على استقامة واحدة برضو مع مين؟ المكثف اللي جنبه. يبقى زي ما انت واخد بالك كده العناصر كلها ماشية كده على استقامة واحدة. طب المكثف دوت نكتب اسمه اللي هو سي 6، والمكثف دوت ثابت ولا كيميائي؟ ده مكثف ثابت. نبدأ نشوف طرف تاني من الاي سي، احنا ماشيين خطوة خطوة اهو، نشطب المكثف والمقاومة اللي احنا رسمناهم، وبص على طرف تاني من الاي سي واحدة واحدة كده. عندك الرجل رقم 7 متوصلة مع الشريحة اللي باللون الأحمر مباشرة على طول، مفيش مقاومة ولا حاجة، يبقى معنى كده إنها تطلع للطرف الموجب، يبقى سلكة وتطلع للموجب. واكتب رقمها على طول اللي هي 7. طيب الرجل رقم 6 والرجل رقم 4 خد بالك متوصلين مع بعض، ومعاهم ايه؟ مكثف سي 5، والمكثف ده نزل للشريحة اللي باللون الأخضر يعني للسالب. يبقى الطرفين دول أخليهم جنب بعض ويبقوا لتحت عشان يتوصلوا مع الطرف السالب. يبقى بالشكل ده كده هرسم أدي طرف والطرف التاني جنبه، ووصلهم ببعض بنقطة لحام، وبعدين أنزل وأرسم المكثف على استقامة برضو مع المكثفات اللي احنا رسمناها في الأول، يبقوا كلهم ماشيين على استقامة واحدة كده. والمكثف ده كيميائي، نظلل للسالب بتاعه على طول عشان ما ننساش. المكثف دوت أو زي ما احنا شايفين السالب بتاعه اللي تحت، ونكتب اسمه اللي هو سي 5.
والأطراف بتاعت الـ IC أهو نبص كده، الرجل رقم 5 رايحا للمكثف سي 10 ومنه رايح للخارج، يبقى الرجل 5 دي فين؟ ناحية اليمين عشان رايحة للخارج. بص كده الرجل رقم 5 متوصل معاها ايه؟ هتلاقي الرجل رقم 5 زي ما قلنا رايحة ناحية الخارج، الرجل 3 معاها مقاومة R 6 ونازلة للسالب، يبقى اروح راسمها لتحت، انزل بيها لتحت كده وارسم المقاومة. ووصلها للطرف السالب. ونكتب الرمز بتاعها R6 ونرقم الأطراف بتاعة الـ IC 3 و4 و6 عشان ما ننساهمش. نشطب المقاومة اللي احنا رسمناها. الرجل رقم 5 معاها المقاومة R 9 والمقاومة R 10 ونازلة للسالب. نوصلها كده نقطة لحام وانزل بيها، ارسم المقاومة الأولانية R 9 والمقاومة الثانية تحت R 10 ونازلة للطرف السالب. ونكتب الرمز بتاعها جنبيها برضو علشان ما ننساهاش. الرجل رقم 5 معاها ايه كمان؟ مقاومة تانية اللي هي R 11 وتحتها مكثف سي 9. خد بالك ده مكثف، بس شوف مرسوم زي شكل المقاومة بالظبط، مستطيل برضو زيها. فانت ركز كده في الرمز اللي بيبقى مكتوب جنب العنصر، سي 9 يبقى على طول مكثف عشان ما تغلطش وتروح ترسمه على انه مقاومة. هنزل بقى كده بطرف المقاومة الاول اللي هي R 11 وتحتيها المكثف ونازل للطرف السالب. نكتب اسم المقاومة R 11 والمكثف تحت C 9. طيب فاضل ايه؟ الرجل رقم 5 معاها ايه تاني؟ مكثف C 10 ورايح للخارج، واحنا اتفقنا ان في السؤال كان قايل لك مع إضافة سماعة في الخارج. بص كده على السؤال اللي مكتوب فوق هتلاقي مكتوب ايه؟ مع إضافة سماعة في الخارج. يبقى أنا هروح راسم المكثف اللي هو سي 10 وبعدين أروح راسم السماعة وتنزل للسالب. وطبعا المكثف ده كيميائي برضو زي ما احنا شايفين العلامة اللي فوق دي عن الموجب بتاع المكثف. نرسم المكثف كده قصاد المقاومة، وده مكثف كيميائي، ظللنا السالب بتاعه اهو، والسماعة نرسمها تحتيه ورايحة للطرف السالب. ما هي السماعة ليها طرفين، طرف مع المكثف والطرف التاني مع السالب. واكتب الرمز بتاعها جنبيها LS والطرف السالب اللي هو اللي تحت. نكتب اسم المكثف جنبيه الرمز بتاعه سي 10. نشطب بقى الحاجات اللي احنا رسمناها دي. فاضل ايه ما ترسمش؟ في عندك مكثف اللي هو سي 7 متوصل طرف من عند المقاومة R 6 وطرف عند المقاومة R 10 فوقيها، يعني ما بين R 10 و R 9. يبقى المكثف ده اهو طرف مع الرجل 3 اللي هي مع المقاومة R6 والطرف الثاني بين R9 و R10.
يبقى نرسم المكثف بينهم على طول. المكثف ده كيميائي، الموجب بتاعه ناحية الشمال ناحية ار 6 يبقى السالب على اليمين، نظلله. طيب اشطب بقى المكثف سي 7 ده، فاضل عندك ايه لسه ما اترسمش؟ بص كده في الدايرة هتلاقي سي 8 ها متوصل مع الرجل رقم 2 والطرف الثاني مع مين؟ مع ار 9 اللي هي نفسها مع الرجل 5. تعال نرسمها اهو، ادي الرجل 5 والطرف بتاع الرجل 2 لسه ما اترسمش، فهنرسمه من فوق فوق الاي سي، ايوه الجزء الفاضي ده، واخد طرف من الرجل 5 لفوق كده واحط المكثف بينهم. يبقى كده المكثف متوصل طرف مع الرجل 5 والطرف الثاني مع الرجل 2. المكثف ده نكتب اسمه جنبيه على طول او فوقيه كده سي 8، وهو كان مكثف كيميائي. شايف الموجب الصغيره اللي مكتوبه جنبه؟ يبقى ده مكثف كيميائي على طول، ليه قطبيه، الطرف السالب ناحيه مين؟ الرجل 5. نظلله، فاضل ايه لسه ما اترسمش؟ نبص كده في الدايره، اشطب سي 8، فاضل في مكثف فوق اللي هو سي 2، كل العناصر اهي اتشطب عليها ما عدا المكثف سي 2. شوف كده قدرنا نحدده بسهوله ازاي؟ طالما ان احنا شطبنا العناصر اللي اترسمت فبقدر اعرف العنصر اللي لسه ما اترسمش بسهوله. ده متوصل طرف مع الموجب والطرف الثاني مع الشريحه اللي باللون الاخضر يعني مع السالب. يبقى المكثف ده بين الموجب والسالب. طيب تعالى نرسمه، طرف الموجب فوق. طيب لو جيت ارسمه ينفع اخد الطرف كده بتاع المكثف من فوق الموجب وانزل بالطرف الثاني انزله لتحت لحد السالب؟ هيعدي على العناصر اللي احنا رسمناها دي وهيبقى فيه تقاطع وهيبقى شكله مش كويس. فنعمل ايه؟ نرسم المكثف فوق طرف مع الموجب والطرف الثاني بتاعه اعمل له علامه ارضي، وانزل تحت عند السالب واحط برضه علامه ارضي. يبقى معنى كده ان الطرفين دول كانهم متوصلين مع بعض. لو نزلت كده من فوق لتحت هيعدي على العناصر اللي احنا رسمناها ويتقاطع معاها. هرسم بقى المكثف من فوق يتوصل مع الطرف الموجب ونخليه برضو قصاد المقاومة اللي هي ار 8 عشان يبقى على استقامة واحدة، وانزل كده وارسم له علامة ارضي. وبعدين حطيت علامة الارضي، علامة الارضي ديت هنحطها تحت برضو كمان عند الطرف السالب. يبقى معنى كده ان المكثف ده طرف متوصل مع الموجب والطرف الثاني متوصل مع السالب. طبعا الحركه دي احنا بنعملها لما يكون في مكثف في دوائر كتير بيبقى فيها مكثف متوصل طرف مع الموجب وطرف مع السالب، فبنروح معلقينه بالطريقه ديت يبقى شكله كويس وما يعملش تقاطعات كتير في الدايره. كده احنا حولنا الدايره كلها اهوت قدامنا، و يمكن حتى يعني احنا رسمينها من غير ادوات زي ما احنا شايفين، بس الدايره منسقه ومنظمه. حاول تتعلم ان انت لما تيجي ترسم برضو الدايره وتيجي تحولها تعملها بالطريقه ديت وتبقى منظمه عشان لما تيجي تنقلها في اللوحه تنقلها بسهوله. نبص كده بقى ادي اللوحه لو رسمناها بالادوات وبالمقاسات بتاعتنا هيبقى شكلها طبعا
بالشكل ده ومنظمه وجميله كده. يا ريت يا ريت ترسموا الدايره ديت طبعا ونعملها بالادوات ونرسمها في اطار 35 في 20. والدايره ديت يمكن اتكررت كتير في الامتحانات قبل كده من الدوائر المهمه. طبعا في دايره تانيه برضو دايره صغيره شويه في صفحه 119. انا هسيب لكم الدايره ديت انتوا بقى ترسموها في البيت وتتدربوا عليها. بصوا بس على الحل بتاعها كده، انا برضو حاطته لكم هنا. دي دايره شاحن فيها دايره تغذيه اللي هي اربع موحدات اللي هم مرسومين على اليمين دول، دي واحد ودي اتنين ودي تلاته ودي اربعه، وفيها اي سي اللي هو الصغير اللي على الشمال دوت ليه خمس اطراف بس. طبعا التحويل بتاعها هوت قدامنا، دايره بسيطه وصغيره مش كبيره. الدايره دي برضو من الدوائر المهمه. دايره مكبر فيها ترانزستورات بس، ثلاث ترانزستورات، وسهله جدا لما نيجي نرسمها. الثلاث ترانزستورات ماشيين بالترتيب، نرسم تي ار واحد الاول على اليسار متوصل مع الدخل، يعني بص كده قاعده ترانزستور متوصل معاها ايه؟ المكثف سي 2 ورايح للسالب للموجب تحت، اسف، والمقاومه ار 1 والمكثف سي 1 ونازل للموجب تحت، والموحد دي 1 ورايح لطرف الدخل. كل العناصر دي اللي رايحه للدخل دي انت لما تيجي ترسمها هتعملها ناحيه اليسار عشان تبقى متوصله مع الدخل. وخد بالك ان الطرف الموجب هنا تحت متوصل مع مشع الترانزستور، يعني الترانزستورات دي نوعها ايه؟ بي ان بي. ادي الحل بتاع الدايره اهو، وترسموها برضو بالادوات، وان شاء الله تجيلكم منها دايره في الامتحان وتجيبوا اعلى الدرجات وربنا يوفقكم. طبعا وقتنا خلص النهارده بسرعه، وربنا يوفقكم كده، وان شاء الله الامتحان يبقى سهل وتعرفوا تجيبوا درجات عاليه. ماده الرسم طبعا عليها مجموع كبير وبتاثر في المجموع، فان شاء الله تجيبوا درجات عاليه. واشوفكم على خير في الحلقات اللي جايه، وربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.